بتوجيه من الرئيس الأسد، وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس يبدأ زيارة عمل إلى حمص. وحدات من الجيش تواصل تقدمها في ريف الرقة الجنوبي وتستعيد السيطرة على بلدة وسد رميلان و15 بئر نفط وحقل غاز شرق دبيسان. إعادة تأهيل طريق مطار حلب الدولي الممتد من دوار الصخور إلى المطار ضمن إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب. بداية هذه الساعة الإخبارية، أسعدتم صباحا. بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، بدأ وفد حكومي يضم 13 وزيرا برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارة عمل إلى محافظة حمص، تستمر 4 أيام تهدف للوقوف على الواقع الاقتصادي والخدمي في المدينة والريف. وعقد الوفد برئاسة المهندس خميس أولى لقاءاته في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، قدم خلاله أمين الفرع وأعضاء قيادة الفرع والمحافظ رؤية أولية لمتطلبات المحافظة على المستوى الاقتصادي من خلال الوقوف على واقع الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة. واستعرض المشاركون واقع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وجميع الخدمات الأخرى ومتطلبات تحسينها، إضافة إلى الواقع التربوي والتعليمي في المحافظة ومستلزمات العملية التعليمية. كما أكد المشاركون خلال تطرقهم إلى واقع ذوي الشهداء العسكريين والمدنيين والجرحى أهمية تلبية متطلباتهم. سبل تعزيز العلاقات بين سوريا وإيران على المستويين السياسي والاقتصادي شكلت محور لقاء مجلس الوزراء عماد خميس مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري والوفد المرافق له في دمشق. وأعرب خميس عن تقدير الحكومة والشعب في سوريا لكل أنواع الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تعزيز صمود الشعب السوري في ظل الحرب الإرهابية المستمرة والحصار الاقتصادي والعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. ولفت المهندس خميس إلى ضرورة تفعيل اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية ومجلس رجال الأعمال السوري الإيراني وتعزيز تبادل الزيارات التجارية، مشيرا إلى وجود رؤية نوعية لتأسيس بنية اقتصادية مشتركة ورؤية جديدة للشراكة الاستثمارية بين البلدين. من جهته أعرب جابري أنصاري عن الرغبة في تعزيز التعاون المشترك واستكمال جميع الإجراءات التي تعزز العلاقات بين سوريا وإيران. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد وجابري أنصاري خلال لقائهما في دمشق عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل الاستمرار في تعزيزها في مختلف المجالات. وجرى أيضا تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في سوريا ونتائج الجولة الخامسة من اجتماعات أستانا والجولة السابعة من الحوار السوري في جنيف. وكانت وجهات النظر متفقة على أهم استمرار وتعميق التنسيق بين الجانبين في المرحلة المقبلة، كما جرى بحث التطورات في المنطقة وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق. وعرض المعلم الجهود التي تبذلها سوريا في معركتها ضد التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها، مشيدا بالانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء.
كما بحث الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين مع جابر أنصاري والوفد المرافق له العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يكفل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يتطلع إليه شعباء البلدين وقيادتهما، واستعرض معه آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتداعياتها على آفاق العملية السياسية في سوريا والمنطقة بشكل عام. تواصل وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها في ريف الرقة الجنوبي وتستعيد السيطرة على بلدة وسد أرميلان و15 بئر نفط وحقل غاز شرق دبيسان ومحطتي ضخ دبيسان. الجيش العربي السوري يواصل ملاحقته إرهابي تنظيم داعش الإرهابي ويحرز تقدما واسعا في ريف الرقة الجنوبي من خلال إحكام نطاق سيطرته على بلدة وسد الإرميلان، إضافة إلى 15 بئر نفط وحقل غاز شرق دبيسان بعشرة كيلومترات، كما أحكمت وحدات الجيش سيطرتها على محطتي ضخ دبيسان الأولى والثانية، تطور ميداني جديد يضاف إلى إنجازات الجيش المتواصلة في البادية السورية. منبقى في الرقة حيث نفذ سلاح الجو ضربات مكثفة على مقرات الإرهابيين جنوب قرية الزملة وفي مدينة معدان، ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم وتدمير آليات لهم وأسلحة. ضربات مماثلة وجهتها وحدات من الجيش بمساندة الطيران الحربي على تجمعات ومحاور تسلل إرهابي داعش في دير الزور ومحيطها، ما أدى إلى مصرع أكثر من 17 منهم وتدمير معداتهم وآلياتهم باتجاه وادي الدشم وفي قطاعي الجبيلة والحويقة، إضافة إلى قطاع البانوراما والتنمية. ما زلنا في دير الزور حيث دمر سلاح الجو تحصينات لتنظيم داعش الإرهابي في محيط المطار العسكري والثردة وأحياء الصناعة والحميدية والعرف والعرض والحويقة وقريتي الجفرة والجنينة، في وقت ذكرت مصادر أهلية من ريف المدينة الشرقي أن مدينة الميادين شهدت حالات فرار جديدة بين إرهابي التنظيم بينهم متزاعمون. وفي ريف حمص الشرقي نفذ سلاح الجو طلعات ضد تجمعات إرهابي داعش ودمر لهم آليات في غارات استهدفت محاور تحركاتهم في الشنداخية الشمالية وأم تويني. الجيش كان أحكم سيطرته على نقاط مهمة جنوب غرب مدينة السخنة بعشرة كيلومترات بريف تدمر الشرقي. تتواصل في حلب عمليات إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب، حيث تقوم محافظة حلب بالتعاون مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بإعادة تأهيل طريق مطار حلب الدولي الممتد من دوار الصخور إلى المطار بمسافة 12 كيلومترا. أحمد صادق. نحن الآن متواجدون على طريق مطار حلب الدولي الذي يمتد من دوار الصاخور إلى مطار حلب بمسافة تقدر بستة كيلومتر، ذهابا وإيابا 12 كيلومتر، بالتعاون مع محافظة حلب وأيضا مؤسسة الإنشاءات العسكرية قاموا بتعبيد وتسفيد ذلك الطريق بكلفة تقديرية 492 مليون ليرة. الطول الإجمالي 5600 مع دوار المطار 6 كيلو ذهاب و6 كيلو إياب. السماكة حاليا عندنا 6 سنتي بعد الدحل. العروض تختلف من أصغر عرض 12 متر ويصل في بعض المناطق لل 22 متر. وإن شاء الله اليوم آخر يوم بالزفت بكون أنهينا عملية التسفيد بشكل كامل. مدة المشروع استغرق معنا بين خشط وتسفيت بحدود 25 يوم.
جلت العمل مستمرة ضمن مشروع التأهيل والإعمار لمدينة حلب بهمة رجال الله رجال الجيش العربي السوري. أحمد صادق للإخبارية السورية من طريق مطار حلب الدولي. تمت تسوية أوضاع 11 مصلحا كانوا قد خرجوا في وقت سابق من مدينة قدسية بريف دمشق باتجاه إدلب، وذلك بعد أن عادوا إلى حماة وسلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة. وقال مصدر في محافظة حماة إن الجهات المختصة قامت بتسوية أوضاع المسلحين بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم، وذلك بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016، موضحا أن المسلحين كانوا خرجوا إلى محافظة إدلب في وقت سابق في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة بمدينة قدسية بريف دمشق. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع العام في مناطق تخفيف التوتر في سوريا لا يزال مستقرا رغم تسجيل 9 خروقات أمس. وأفادت الوزارة بأن مجموعات المراقبة لمناطق تخفيف التوتر سجلت 5 انتهاكات للاتفاق في محافظة اللاذقية و4 في ريف دمشق، وصفة الوضع العام في تلك المناطق بأنها لا تزال مستقرة. وأشارت الوزارة إلى انضمام 7 قرى وبلدات في محافظة حمص إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وقد بلغ عدد المجموعات المسلحة الملتزمة بوقف الأعمال القتالية 228 مجموعة. ولفتت الوزارة إلى أن المفاوضات مستمرة بشأن انضمام غيرها إلى نظام وقف الأعمال القتالية في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة. صدق مجلس الاتحاد الروسي على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الروسية السورية الخاصة بنشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا. وذكر موقع روسيا اليوم أن البروتوكول الملحق يرمي إلى توضيح المسائل المتعلقة بنشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في الأراضي السورية. وسبق لمجلس النواب الروسي الدوما أن صدق على البروتوكول الملحق يوم الجمعة الماضي، وبعد موافقة مجلس الشيوخ على الوثيقة ستتم إحالتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع عليها. تتابعون مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية أيضا. الاحتلال يغلق البلدة القديمة والمسجد الأقصى أمام المصلين، ووزير صهيوني يعترف بتواطؤ النظام السعودي في التضييق على المقدسيين. اللقاء يتجدد بعد الفاصل. الاحتلال يغلق البلدة القديمة والمسجد الأقصى أمام المصلين، ووزير صهيوني يعترف بتواطؤ النظام السعودي في التضييق على المقدسيين. القوات العراقية المشتركة تستعد لمعركة تلعفر والقضاء على بؤر انتشار تنظيم داعش الإرهابي. الداخلية المصرية تعلن عن عمليات لتعقب المجموعات الإرهابية الهاربة في سيناء والقاهرة.
عدنا إليكم من جديد لمتابعة هذه الساعة الإخبارية. أسعدتم صباحا. أكدت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت أن تعرض المواطنين السوريين العاملين في لبنان للمعاملة السيئة والممارسات غير اللائقة هو انتهاك للقيم والأعراف وأواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وقالت السفارة إنها تتابع أمور مواطنيها ولا تدخر جهدا للقيام بكل ما من شأنه المحافظة على كرامتهم وحقوقهم مع الحفاظ على العلاقة الأخوية بين الدولتين. أصدر القضاء الألماني حكما بسجن سوري 3 سنوات بعد ثبوت انتمائه إلى منظمة إرهابية أجنبية والقتال في صفوفها. وذكر موقع دويتش فيلي بل دوتشي فيلي أن المحكمة العليا في مدينة شتوتغارت قضت بالسجن السوري لمدة 3 أعوام بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وثبوت تورطه بالقتال في صفوفه في الفترة بين عامي 2013 و2014. وبحسب الموقع فإن المتهم البالغ من العمر 25 عاما تسلل إلى ألمانيا بصفته لاجئا في خريف عام 2015 وعتقل في العام نفسه. بينما تنتهك روسيا في إيجاد العديد من السبل المؤدية من انتشار التطرف والإرهاب في العالم، تتراوح وتراوح مواقف الغرب والولايات المتحدة مكانها مع استمرار الدعم المادي والمعنوي اللامحدود للتنظيمات الإرهابية خاصة في سوريا. بعد انضمام أكثر من 1000 مواطن فرنسي للتنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وانتهاء حالة الطوارئ الممددة منذ تفجيرات باريس الإرهابية عام 2015 في منتصف الشهر الحالي، قررت فرنسا متأخرة اتخاذ خطوة تجاه التمدد الإرهابي والمتطرف الذي بدأت بشائره تلوح في العديد من الدول الأوروبية. مجلس الشيوخ الفرنسي أقر مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب كانت قد طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتبارا من مطلع تشرين الثاني القادم. مشروع القانون هذا والذي سيناقشه البرلمان الفرنسي في تشرين الأول المقبل لقي ترحيبا من 229 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفضه من 106 أعضاء، وتم تحديد يوم 31 من كانون الأول عام 2021 حدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام المتعلقة بهذا المشروع. القانون الفرنسي يبقى قاصرا في ظل استمرار الدعم المقدم من قبل الدول الأوروبية والغربية كافة للتنظيمات الإرهابية، بل وفرض عقوبات على الشعب السوري الذي يحارب الإرهاب فعليا على الأرض. من يريد مكافحة الإرهاب عليه أن يربط التشريعات بالممارسات الميدانية، وهذا ما يفعله الاتحاد الروسي. مجلس الدوما تبنى مشروع قانون يسمح بإلغاء القرارات الخاصة بمنح الجنسية الروسية لأشخاص محكومين عليهم بقضايا الإرهاب والتطرف وتجريدهم من الجنسية الروسية بعد أن يتم التأكد من أن طالبها قدم وثائق مزورة أو معلومات كاذبة بشكل مقصود للقيام بأعمال تخالف النظام الدستوري للاتحاد الروسي. مشروع القانون الروسي هذا سيستند إلى حكم قضائي يدين الشخص بارتكابه أعمالا إرهابية، علما أن الحكم لا يسري على أفراد عائلة المدان. كشف ضابط في قوات الاحتلال الصهيوني أن الكيان الصهيوني يخطط لإقامة مستشفى ميداني جديد في الجولان العربي السوري المحتل لمعالجة مصابي التنظيمات الإرهابية في سوريا. وقال الضابط الصهيوني أن الكيان الصهيوني قام بمعالجة أكثر من 3000 مصاب من الإرهابيين حتى الآن. وفي فلسطين المحتلة عمدت سلطات الاحتلال على إغلاق مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى أمام المصلين، وتتصاعد حالة الغضب في الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا للعدوان الصهيوني
بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، حيث دعت القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية إلى مسيرات غضب في مختلف مدن الضفة الغربية ضد إجراءات الاحتلال في الأقصى ودعما لصمود المقدسيين. ودعت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين إلى إغلاق جميع المساجد في أحياء وقرى وبلدات مدينة القدس المحتلة يوم الجمعة والتوجه لأداء صلاة الجمعة أمام أبواب الأقصى رفضا للبوابات الإلكترونية التي ثبتها الاحتلال على أبوابه. في سياق متصل، أعرب نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق عن قلق المنظمة الدولية إزاء الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى، في حين اعترف وزير صهيوني بتباطؤ النظام وتواطؤ النظام السعودي أيضا مع كيانه في التضييق على المقدسيين. هنا القدس عاصمة فلسطين التاريخية تعاني ما تعانيه من احتلال ومحاولات تهويد ممنهجة. هنا يمنع الفلسطينيون من دخول المسجد الأقصى بذرائع مختلفة، فيضطرون لأداء صلواتهم في الشوارع والأزقة العتيقة. في المقابل يسمح لعشرات الغرباء عن المكان والزمان بالتجول في باحات المسجد الأقصى لأداء طقوس الهدف منها استفزاز مشاعر الفلسطينيين وفرض التغيير الزمني والمكاني على ذاكرة تأبى النسيان. الفلسطينيون رفضوا إجراءات الاحتلال الأخيرة، فتصدوا لمحاولات الاحتلال فرض بوابات إلكترونية تحول دون دخولهم المسجد الأقصى، بوابات قال وزير الداخلية الصهيوني عنها إن كيانه نسق مع دول عربية لنصبها عند أبواب المسجد الأقصى، فيما تحدثت وسائل إعلام صهيونية عن وجود اتفاقات مع النظام السعودي حول الإجراءات الأمنية ونصب البوابات الإلكترونية في المسجد، ما يفضح دور النظام السعودي الذي من المفترض أن يكون حاميا للمقدسات، وهو الذي يتآمر على أولى القبلتين وثالث الحرمين. الشوارع المؤدية للأقصى تحولت إلى ساحات مواجهات ليلية ونهارية مع الاحتلال، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بينهم خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري الذي دعا الفلسطينيين إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى، وذلك يوم الجمعة القادم، مؤكدا رفض إجراءات الاحتلال. نحن نأسف للموقف العربي بشكل عام لأنه ليس في مستوى التحدي. نحن الآن في تحدي، ونقول على جميع العرب والمسلمين أن يتحملوا المسؤولية، لأن الأقصى ليس لأهل فلسطين، الأقصى لجميع المسلمين في العالم. هو شأن القدس شأنها مكة المكرمة مدينة المنورة، والمسجد الأقصى شأنه مسجد الحرام المسجد النبوي، فالمسؤولية عامة وشاملة. بدوره ناشد رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس المطران عطلة حنا الكنائس المسيحية في العالم بضرورة التحرك السريع لإنقاذ مدينة القدس بالقول: اليوم المسجد الأقصى وغدا كنيسة القيامة. حالة الغضب التي تعيشها مدن وبلدات الضفة الغربية تحولت إلى مواجهات مع الاحتلال، ليرتفع الصوت بوجه المحتل فيما يسود صمت عربي مخجل أقرب إلى الاشتراك بالجريمة، ليبقى الأقصى وحيدا بوجه واحدة من أعتى قوى الاحتلال عبر التاريخ. تصعد القوات العراقية لمعركة تحرير مدينة تل عفر والقضاء على بؤر انتشار تنظيم داعش الإرهابي وسط توقعات بأن تشهد المعركة المرتقبة أكبر عملية من تنظيم داعش. بعد الخسائر الكبيرة التي ألحقت بتنظيم داعش الإرهابي في الموصل على يد قوات الحشد الشعبي، تستعد قوات الحشد والقوات العراقية المشتركة لمعركة تل عفر وبؤر انتشار تنظيم داعش الإرهابي.
مصادر رسمية في قوات الحشد أكدت أن معركة تحرير قضاء تل عفر المزمعة قد تشهد أكبر عملية استسلام من قبل عناصر تنظيم داعش، خصوصا بعدما تمكنت قوات الحشد الشعبي من إحكام الطوق العسكري حول منطقة تل عفر من كافة الجهات، مشيرا إلى مقتل أكثر من 40 إرهابيا. المصادر أضافت أن تنظيم داعش فقد الكثير من مقاره ومخازن أسلحته، ولم يعد لديه ما يكفيه لمواجهة القوات العراقية في معركة التحرير، كما فقد التنظيم الثقة بقيادته ومموليه، ولا سيما أنهم مشغولون بالتناحر على ما تبقى من ثروات نهبوها بإكراه أهلها. المصادر السابقة أكدت أن ساعة الصفر اقتربت لاقتحام مدينة تل عفر وتحريرها من سيطرة تنظيم داعش وتأمين الحدود العراقية السورية. من جهة ثانية، مصدر أمني أكد أن القوات الأمنية العراقية فرضت سيطرتها على حافة النهر بقرية الإمام غربي جنوبي القيارة جنوبي الموصل، كما تمكنت من قطع طرق إمدادات داعش، وأن المعارك ما زالت مستمرة لاستعادة القرية من سيطرة التنظيم الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قيامها بعمليات تتعلق بتعقبها للجماعات الإرهابية والعناصر الإرهابية الهاربة في سيناء والقاهرة. صفاء شحود. ضربات موجعة توجهها القوات المصرية للإرهابيين في إطار جهودها المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ العملية الإرهابية التي شهدتها مصر. وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن مقتل أحد أبرز متزعمي التنظيمات التكفيرية بشمال سيناء في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. الأجهزة الأمنية المصرية كانت داهمت وكراً لمجموعة من العناصر الإرهابية في أحد المنازل تحت الإنشاء في مدينة العريش، وتمكنت من القضاء على متزعم تلك المجموعة الإرهابي المدعو أحمد حسن أحمد النشو، الذي يتولى مسؤولية استقطاب العناصر الجديدة وضمها لصفوف تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وضبطت بحوزته أسلحة وذخيرة، فيما تمكن آخر من الهرب وتجري حالياً ملاحقته. عملية أتت بعد ساعات من إعلان الداخلية المصرية عن تصفية مسلحين اثنين ينتميان إلى تنظيم حسم الإرهابي في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن شرقي العاصمة القاهرة، والمتورطين في اغتيال عناصر شرطية بضاحية مدينة نصر بالقاهرة. يذكر أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة العمليات الإرهابية، حيث تنتشر في سيناء مجموعات تكفيرية أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي، والتي تقوم بالاعتداء على مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. تتابعنا في هذه الساعة الإخبارية أيضا. طهران تؤكد أنها سترد على أي عقوبات أمريكية جديدة بما يتناسب مع مصلحة الشعب الإيراني. اللقاء يتجدد بعد الفاصل. طهران تؤكد أنها سترد على أي عقوبات أمريكية جديدة بما يتناسب مع مصلحة الشعب الإيراني. وسائل إعلام إسرائيلية تكشف النقاب عن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية بين تل أبيب وأنقرة. ازدياد القلق الأمريكي الشعبي من تورط الولايات المتحدة في حرب كبرى خلال السنوات الأربع المقبلة.
أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الإيراني بل طهران تؤكد أنها سترد على أي عقوبات أمريكية جديدة بما يتناسب مع مصلحة الشعب الإيراني. جاء هذا من خلال تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن طهران سترد على أي عقوبات أمريكية جديدة بما يتناسب مع مصلحة الشعب الإيراني، فيما سخر وزير الخارجية محمد جواد ظريف من اتهامات واشنطن لإيران بالإرهاب. سارعت إيران للرد على العقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت 18 من الشخصيات والمؤسسات الإيرانية بحجة برنامج الصواريخ البالستية ودعم المقاومة وسوريا، وأكدت رفضها لهذه العقوبات والتهديدات التي تنتهك الاتفاق النووي مع الدول الست. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة سيكون متناسبا مع مصلحة الشعب الإيراني، وأكد روحاني أن عظمة أي دولة ومكانتها السياسية مرتبطة باحترام التزاماتها، أما الولايات المتحدة فإنها تنقض عهودها، في إشارة إلى إقرار إدارة دونالد ترامب بالتزام إيران بتعهداتها في مقابل عدم التزام إدارة ترامب بالاتفاق النووي الذي تم إبرامه في تموز عام 2015. إيران رفضت أيضا بشكل تام القرارات والتهديدات الأمريكية على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي يزور نيويورك، مؤكدا في الوقت طهران ستتخذ القرار المناسب على العقوبات الأمريكية الجديدة التي سممت أجواء العلاقات بين البلدين وانتهكت روح الاتفاق النووي. وسخر ظريف من اتهام ترامب لإيران بدعم الإرهاب ومنع سفر الرعايا الإيرانيين إلى أمريكا، متسائلا هل هناك إيرانيون بين الإرهابيين الذين هاجموا الولايات المتحدة وكم عددهم، في إشارة إلى الذين نفذوا هجمات 11 من أيلول الإرهابية وغالبيتهم يحملون الجنسية السعودية. لا يوجد ما يبرر الحملة الأمريكية المسعورة ضد إيران مع إقرار إدارة البيت الأبيض بالتزام إيران بالاتفاق النووي، سوى أن هذه الإدارة باتت تقدم مصالح الكيان الصهيوني على المصلحة الأمريكية نفسها وتسعى لخلط الأوراق وربط المقاومة بالإرهاب، وهو ما ترفضه إيران التي تقف إلى جانب الحقوق العربية والشعب الفلسطيني الأعزل. استدعت وزارة الخارجية الألمانية سفير النظام التركي في برلين للاحتجاج على اعتقال سلطات النظام رجب طيب أردوغان مجموعة من النشطاء الحقوقيين بينهم الألماني بيتر شتويدنر. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتين شايفر خلال مؤتمر صحفي احتجاز السلطات التركية للنشطاء للاشتباه بانضمامهم إلى تنظيم إرهابي بأنه سخيف، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل قطع عطلته الصيفية وعاد إلى برلين لإجراء مشاورات حكومية. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدانت اعتقال سلطات النظام التركي 6 من النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بينهم مواطن ألماني، وتعهدت بالعمل على إطلاق سراحه. في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عن القضية الفلسطينية بزعم دعمها ورفع الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة، وسائل إعلام إسرائيلية تكشف النقاب عن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية بين تل أبيب وأنقرة. رغم كل ما يشاع من توتر بين كيان الاحتلال وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، إلا أن كواليس العلاقات بين الطرفين تقول عكس ذلك. موقع المصدر العبري كشف عن أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا في ازدياد، ويبلغ حالياً أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن أردوغان أرسل في شهر نيسان بعثة تجارية إلى تل أبيب هي الأكبر في تاريخ العلاقات بين الجانبين. وعلى الصعيد العسكري، كشف موقع ديفنس إسرائيل النقاب عن أن قوات الاحتلال بدأت بتسليح الجيش التركي بأحدث المنظومات القتالية من صواريخ وقنابل وغيرها. ولفت الموقع أنه على الرغم من الخلافات السياسية الظاهرة شكلا بينهما منذ 6 سنوات،
إلا أن البيانات تكشف أن التصدير العسكري من كيان الاحتلال إلى تركيا كبير جداً، حيث تجاوز 3.5 مليار دولار منذ عام 2012. وأشار الموقع إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يزود تركيا بطائرات دون طيار ودبابات متطورة وأنظمة لجمع المعلومات، ويساعدهم على تطوير العديد من المقاتلات من نوع فانتوم 4، مضيفاً أن الصناعات الجوية الإسرائيلية طورت 54 طائرة فانتوم تابعة لسلاح الجو التركي بتكلفة بلغت 700 مليون دولار. وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات التي جمعت المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية توماس شانون مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في واشنطن الاثنين بأنها كانت جدية وصريحة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة قولها إن المحادثات كانت جدية وصريحة وحازمة في دليل على التزام الجانبين من أجل التوصل إلى حل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان إلى حل على المدى الطويل للملفات الثنائية التي تشغلهما وأدت إلى توتر العلاقات، كما أشادت بأجواء حسن النية على حد تعبيرها، ولو أنها أقرت بأنه لا يزال من الواضح أن عملا كثيرا لابد من إنجازه. يزداد القلق لدى الأمريكيين من تورط بلادهم في حرب كبرى خلال السنوات الأربع المقبلة. الولايات المتحدة والحروب الكبرى، عنوان بات يقلق غالبية الشارع الأمريكي اليوم، سيما بعد الإدارة الجديدة والتصريحات النارية للبيت الأبيض تجاه الدول الأخرى. استطلاع للرأي أوضح أن نسبة 76% من الأمريكيين قلقين من تورط الولايات المتحدة في حرب كبرى خلال السنوات الأربع المقبلة. ومن الواضح أن هذه النسبة ارتفعت عن شهر شباط بنسبة 10 نقاط، أي أن القلق الأمريكي من دخول حروب جديدة يزداد مع مرور الأيام. كوريا الديمقراطية حصدت نسبة 41% من التهديدات التي يعتبرها الأمريكيون خطيرة ومباشرة على بلادهم، فيما تلاها تهديد تنظيم داعش الإرهابي بنسبة 28%، وبعده روسيا بنسبة 18%، فالصين بنسبة 6%. لكن في المقابل 59% من الأمريكيين رأوا أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم الدبلوماسية للقوة في التعامل مع كوريا الديمقراطية، رغم تزايد القلق الأمريكي من التهديد الذي تمثله بيونغ يانغ مقارنة بالعام الماضي. إذن هي الحروب مع كوريا الديمقراطية التي يخشى الشارع الأمريكي دخولها اليوم، سيما بعد إطلاقها عددا من التجارب الصاروخية التي تعتبرها إدارة البيت الأبيض تهديدا لمصالحها في المنطقة، خاصة وأن واشنطن لا تفتقد الذرائع والتهويل من الأخطار التي يمثلها الآخرون لتبرير حروبها العدوانية. إلى العناوين. بتوجيه من الرئيس الأسد، وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس يبدأ زيارة عمل إلى حمص. وحدات من الجيش تواصل تقدمها في ريف الرقة الجنوبي وتستعيد السيطرة على بلدة وسد رميلان و15 بئر نفط وحقل غاز شرق بيسان. إعادة تأهيل طريق مطار حلب الدولي الممتد من دوار الصخور إلى المطار ضمن إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب. الاحتلال يغلق البلدة القديمة والمسجد الأقصى أمام المصلين، ووزير صهيوني يعترف بتواطؤ النظام السعودي في التضييق على المقدسيين. القوات العراقية المشتركة تستعد لمعركة تل عفر والقضاء على بؤر انتشار تنظيم داعش الإرهابي. وكان في هذه النشرة، الداخلية المصرية تعلن عن عمليات لتعقب المجموعات الإرهابية الهاربة من سيناء والقاهرة.
نهاية هذه الساعة الإخبارية مني ومن فريق العمل أطيب المنى بأمان الله.